بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور عمرو ابو رحمه، استاذ مساعد جراحه اوعيه دمويه جامعه طنطا. طبعا انا شرفت النهارده ان انا في مؤتمر الاي في سي في اسكندريه، ويعني نوجه رساله لزمايلنا دكاتره الفاسكولار سيرجري عن الاندوفاسكولار بروسيجر. طبعا دلوقتي كلنا يعني لامسين الحاجات دي بايدينا، ان الاندوفاسكولار سيرجري از رايزنج والباي باس سيرجري بتديكريز. ولكن to optimize your result in endovascular surgery, you should select your case, you should optimize your technique, you should receive a good training, and you should have a good tools. لأن ما ينفعش تقول إن أنا مثلا هفتح عيان من غير ما يكون معاك مشرط، وبالتالي ما ينفعش تقول إنك أنت هتعمل endovascular procedure without having good tools. وبالتالي التولز ده هي الأساس عشان to predict your success. ما تجيش تقول ان انا ما عرفتش اعدي الاوكلوجن، ولكن انت ما عندكش الوايرز او الكاتيترز المناسبه انك انت تعدي الاوكلوجن دوت. ف تو بريبير يور تولز اول حاجه طبعا، وتو سيلكت يور بيشنت. الناس اللي هم لسه اليانج فاسكولار سيرجون ما يبداوش الحالات الصعبه، يبداوا بالحالات السهله الاول، وبالتدريج هتلاقي الامور بتيجي طبعا. وبالتوفيق لجميع الزملاء ان شاء الله رب العالمين.